لكن في الحقيقة أن المسيرات ليست فقط في الداخل، كانت أيضا في الخارج، وهذه كانت من مسيرات أحرار البلاد في مونريال. مونريال من عواصم الحراك الجزائري عالميا. الله، حراير حراير وحرار مونريال. أعتقد أن فيه أيضا في نيويورك وفي ممكن حتى في برلين، لكن للأسف ما يتصلنا دائما وفي الوقت المناسب. ولم يكن ذلك كذلك، كانت هناك أيضا مسيرات أخرى، وهذه المرة المتسبب المباشر فيها هو العبث، وهو منع الجزائر على الجزائريين. منع الجزائر، هل كان أحد يتصور أنه 15 شهر الآن والجزائر مغلقة على الجزائريين، إلا استثناءات قليلة وحالات قليلة. ولما قرروا أخيرا بعد الضغوطات الشعبية وربما حتى ضغوطات خارجية، عملوا لك فيها 70 شرط، فكان خروج وكان غضب شديد في عدد من المدن الغربية أمس. في نبدأ بهذه في إسبانيا، عفوا في مارسيليا. ما كاش انتخابات مع الإصابات. كان المتسبب هذا في مارسيليا، كان المتسبب هو بطبيعة الحال أو القطرة اللي أفاضت كأس المرارة اللي راح يعيشها الجزائريون، هذا العبث نتاع المنع نتاع دخول الجزائريين. ولكن الشعارات كانت شعارات حراكية، شعارات ثورية، شعارات شعبية، شعارات دولة مدنية، وما كانش انتخابات مع العصابات. ما كانش انتخابات مع العصابات. وكانت هذه في إسبانيا. هذا جزء من الحركة. مزور ومش برك مزور وحصلوا فيه، يعني مكرهم، خداعهم، تلاعبهم، فإذا به يصاب بالأمراض وتقطع أصابع رجله اليمنى والغونغرين ماشية في رجله. كل التكنولوجيا الألمانية، وهي من أعلى تكنولوجيا في العالم طبياً،
راهي باش تنقذ تبون من لاغونغرين في رجله ومن امراض الرئه نتيجه التدخين المريع وللحشيش وللخمور، يعني مدمراته هذه الافات الاجتماعيه جابوه حطوه رئيس بالتزوير، رئيس بالعبث، لا عنده كاريزما ولا عنده منطق ولا عنده سياسات واضحه ولا عنده صدق في كلامه ولا عنده. طبعا اثنين يعني لما جابوه في 2019 كان مر عليه 50 سنة، نصف قرن. انا متاكد باللي نصف اللي راهم يشوف فيا او اكثر ما بلغوش هذا السن. 50 سنة، نصف قرن في الاداره الرديئه الفاشله البائسه، وجاو حطوه رئيس البلاد. يعني حتى لما اصيبوا في عقولهم نتيجه لضيق الافق، نتيجه لمحدوديه التفكير، الجهل المعشعش في الرؤوس، بدل من أن يجيبوا واحد على الأقل يقدروا يخادعوا به شوية، يعرف يتكلم، عنده سياسات، يعرف يقنع، عنده شوية كاريزما، جابوا واحد من أبشع. أنا في اليوم الموالي قلت لهم تبون، أو حتى قبل أن يجيبوه بيومين أو ثلاثة، تبون هو أسوأ اختيار، لكن هم رايحين يجيبوه، وبالفعل جابوا أسوأ اختيار. كان هذا من فضل الله أنه عمق، في الحقيقة عمق، خاصة أنه كانوا كثير مخدوعين وبقاوا بعض الناس مخدوعين فيه لمدة ربما 6 شهور أو 8 شهور. أو الناس الآن خلاص، حتى اللي مشاو للانتخابات تلك المزورة وكانوا قلة، حتى اللي عندهم دائما أمل لأسباب متعددة، سواء لأن أوضاعهم مريحة أو لأنهم كانوا هم أيضا جزء من الفساد ومن المفسدين، أو لأنهم كلهم وصلوا القناعة أنه لا يصلح. والحقيقة أن حتى كبار الجنرالات وصلوا لهذه القناعة، وبقاء أصبح الآن بين قوسين أو أدنى، أصبح قضية وقت فقط. يعني من الأرجح والمرجح في اعتقادي حسب ما راني نشوف فيه أنه لن يكمل العام. تبون مزور جابوه العسكر بفعلا، ولكن جابوا أسوأ ما، لأنهم هم أيضا العقليات أسوأ ما عندهم.